أهلا بالمشاهدين من جديد. مشاهدين طبعا تحضير لعودة المدرسة من ترتيب الوقت وإعادة تنظيم ساعات اليوم إلى تأمين كافة احتياجات والمستلزمات المدرسية. طبعا هذه أولويات تتم قبل بدء العام الدراسي، ولكن في أمور تتطلب اهتمام على مدار العام مثل المتابعة المستمرة للأداء الدراسي لأبنائنا اللي يتأثر بكل الأمور المحيطة فيه. ومثل ما لازم تكون بيئة المدرسة مناسبة ومؤهلة بشكل تام للدراسة، كمان لازم نتأكد أنه نوفر لأبنائنا بيئة دراسية مناسبة ومناخ مثالي للمذاكرة داخل المنزل. فخلينا نشوف كيف نحدد ما هو أنسب الأجواء لولدنا، وإيش كمان أهم النصائح اللي ممكن تساعدنا نقوم بهذا الشيء. معانا في الاستوديو الدكتورة هبة شركس، استشارية نفسية وخبيرة أسرية. نقول لك أهلا وسهلا فيك دكتورة. صباح الخير. صباح النور. دكتورة، في البداية ما هي أهم المعايير اللي لازم الأهل يأخذونها بالحسبان لترتيب أجواء دراسة جيدة ومناسبة لأبنائهم؟ أهم معيار على الإطلاق مهم إن إحنا ناخده في الاعتبار هو معيار شخصية الطفل. شخصية الطفل يعني فيش أجواء مثالية تناسب جميع الأطفال. هو في أجواء تناسب كل طفل على حدة، يعني في طفل يحتاج إن هو يذاكر في مكان مترتب، مكتب ثابت، ولو غيرت مكان المكتب داخل الغرفة ممكن ده يعمل له تشتيت. هو محتاج مكان ثابت ومحطوط بوضع معين، أوراقه مرصوصة في أماكن معينة، ده بالنسبة له بيئة مثالية. بالنسبة لطفل تاني البيئة دي بيئة خانقة، لأن هو بيحب يذاكر في أماكن مختلفة، مرة بيقعد على الديسك بتاعه أو على المكتب، مرة ممكن يقعد على فراشه، مرة ممكن يطلع على السوفا في الريسبشن، مرة ممكن يقعد على طاولة السفرة أو حتى في المطبخ مع الأم. دي البيئة الأنسب بالنسبة له، هو بالنسبة له الروتين بيخنقه فهو محتاج لتجديد. طب كيف نعرف دكتورة؟ عفوا، يعني أنت بتقولي لازم نشوف شخصية الطفل. طب يعني هو مثلا جديد على الدراسة أو جديد على المذاكرة، كيف نعرف إيش أنسب له إذا هو بالنسبة له هذا الشيء جديد؟ التجربة والخطأ. يعني إحنا بنجرب إن إحنا نرتب بيئة ونلزمه بالقعاد فيها وبنقترح عليه، تحب تغير المكان، تحب نقعد في مكان تاني، تحب مثلا نقعد نذاكر برا في الريسبشن شوية. يعني بسأل الطفل، فلو حسيت إنه توتر من تغيير المكان يبقى الطفل ده بيحب مكان ثابت. لو حسيت إنه هو منطلق وحتى بيذاكر وهو بيمشي، يعني أنا أتذكر إن في واحد من أبنائي هو حاليا في الجامعة كان بيذاكر بيحفظ جدول الضرب وراسه تحت ورجليه فوق كده، وقعد أسمع له وبعدين أنزله وفي منتهى المتعة، وإنسان ذكي يعني شخص ذكي ونبيه، بس هو حركي. قعدته على المكتب مش بتساعده، بالعكس حركته وتفكيره وانتقاله من مكان لمكان بيساعده أكتر. دايما بتيجي الأمهات عايزين يحددوا بيئة مثالية وعايزين كل الأطفال ينمو فيها. أبنائنا شبه البذور، تخيلي أنا مدياكي بذور لنباتات مختلفة وإنت عندك قطعة أرض حطيتي البذور دي وبتحطي لها نفس الري ونفس درجة الحرارة ونفس الظروف المناخية ونفس كل حاجة، هل كلها هتنبت؟ أكيد لا. في حاجات هتناسبها البيئة دي وفي بذور هتموت من كتر المية أو من كتر الري أو من حرارة الشمس أو كذا. كمان ولادنا كده، فالبيئة المنزلية لازم تكون خصبة ومتنوعة وبقبل اختلافات والفروق الفردية بتاعة الأطفال. يمكن بس طريقة المذاكرة اللي بتناسبه. هو يمكن دكتورة، يمكن الأم تعتقد أنه هذا نوع من نوع الانضباط، أنه هو يكون في مكان معين في ساعة معينة يدرس، فأنه هي بتساعده على الانضباط عشان كمان ينضبط في المدرسة. ممتاز جدا. الانضباط من الاحتياجات النفسية للطفل، يعني الطفل اللي ما عندهوش انضباط في بيته هو ينقصه احتياج نفسي أصيل زيه زي الحب. أوكي؟ بس الانضباط وفقا للشخصية. يعني إيه؟ يعني أنا لازم أقعد واتفق مع طفلي ما يسمى بالاتفاق المسبق. تعال نشوف أنت إيه المناسب أكتر للمذاكرة، أنا بكتشفك وبساعدك تكتشف نفسك. أنت محتاج تقعد في مكان ثابت، طيب وقت المذاكرة الأنسب لك؟ يعني أنا لو سألتي أي إنسان كتير في قاعات التدريب بسأل الأعمال العظيمة في حياتكم عملتوها إمتى؟ ففي حد ممكن يقولك الفجر، دايما أنا أصحى بدري وأقعد في الوقت ده الساعة الذهبية بتاعت العقل بتاعي، وحد تاني يقولك أنا بعد الساعة 10 لما الناس كلها تنام أو بعد الساعة 12 الساعات المساء دي الساعة الذهبية بتاعتي. في ناس العصر، يعني كل حد مختلف عنه، بس هما مينلي صباحي ومسائي. أنا لازم أفهم طبيعة شخصية ابني. لو واحد عندي صباحي وواحد عندي مسائي يبقى لازم أراعي إن في فروق فردية، فأنا بتفق مع الطفل يومه
اللي يناسب شخصيته عامل ازاي. نعم. محتاج تيجي تاخد قيلولة الظهر ولا محتاج تكمل مذاكرة على طول علشان انت صباحي فهيجي عليك المغرب هتبقى مش قادر تركز. هل انت مثلا صباحي فمحتاج انك تصحى الفجر قبل المدرسة في نص ساعة لو في عندك حاجة صعبة تقدر تذاكرها؟ الطفل مش هيعرف الكلام ده لوحده. انا كأم اللي بسأله وبحط له اوبشنز بحط له اختيارات كتيرة وبخليه يختار. يعني بعد ما بيختار الدكتوره صراحه هذا كلام جدا جميل. ولكن يعني في امهات مثلا تكون ام عامله او مثلا عندها اولاد كثير وفعليا الاولاد خاصه في السن الصغير يعني يمكن بيرجعوا المدرسه 4 وبيناموا 7:30 فهي في 3 ساعات. فانا هنا يعني اوكي انا ابغى اريحه في الدراسه واخليه يختار الوقت المناسب بس هو فعليا في 3 ساعات انا كمان لازم انظم حياتي وانظم الاولاد التانيين عشان اختار له هو الوقت المناسب. هو ما فيش نظام الكون لكن هو ممكن يكون بيضغط على نفسه عشان يذاكر في وقت ذهنه فعلا مجهد وقاعد بيذاكر فيه فمش بيحصل. فان انا اساعد ابني انه يكتشف نفسه لان خلي بالك الطفل ده هيوصل للمرحله الاعداديه وللمرحله الثانويه الام مش هي اللي هتبقى بتذاكر له. صح. فلو هو مش عارف يعني انا اهم من ان انا اذاكر له ان انا اعلمه هو مين وخلطه النجاح الخاصه بتاعته ازاي وطريقه المذاكره اللي تناسبه شكلها عامل ازاي واعلمه ازاي يذاكر. يعني ممكن ابني بيتفرج على فيديوهات بيحصل من خلال الفرجه، واحد تاني لو اتفرج بيسرح. فانا لازم اعرف ابني اساعده هو يعرف نفسه. صح. وانا كمان اعرفه وبعد كده اتكلم على البيئه الانسب. طبعا ده لا يمنع ان احنا لازم نكون عندنا جدول يتناسب مع الطفل بالاتفاق المسبق، قعدت ورتبت الجدول ده معاه وهو اتفق عليه وبعد كده بنعمل تجربه للجدول ده. تمام. وبعدين لو الجدول ده لقينا انه محتاج تغيير لا فتره المذاكره اللي حاطينها كبيره. كمان مهم جدا حاجه نقطه ثانيه ان انا احسس الطفل ان انا مهتمه بالترفيه وبراحته. يعني مش ان انا مهتمه بالدراسه بس، يعني اولوياتي انا الدراسه، الترفيه والكلام ده مش اولويه عندي بس هو اولويه الطفل. صح. لو انت مش مهتمه باولوياته هو مش هيهتم باولوياتك ومن هنا بيحصل الصراع. الله. لما يجي ابني من المدرسه اقول له انا حريصه، انا عارفه انك تعبت طول اليوم في المدرسه وحريصه ان يبقى عندك ساعه ولا ساعتين استمتاع ولا ساعه يعني نص ساعه استمتاع. فانت عشان تحصل عليها لازم نخلص الحاجات اللي ورانا، تعال نرتب يومنا، تعال نرتب جدولنا. فهنا الطفل يحس ان لا ماما حريصه كمان ان انا كمان ابقى مبسوط انه انبسط. فساعتها هيكون الطفل متعاون معاكي. نعم. طيب الدكتورة الحين مثلا هذا بالوضع العادي ولكن أثناء يعني الاختبارات أو الامتحانات يصير بالبيت كأنه في استنفار، أنه كيف إحنا كمان أنه ما نوتر الأطفال أو نوتر الطالب وأنه الموضوع عادي يعني أي واحد يدرس لازم يختبر وكيف يستعد لهذا الاختبار؟ في أوقات الاختبارات مهم برضو إن إحنا نعرف طبيعة شخصية ولادنا. في أطفال بتتوتر جدا جدا أيام الاختبارات فدورنا هنا إن إحنا نهديه ونطمنه ونفكره إن ده مش أول اختبار في حياته ولا آخر اختبار في حياته وإن هو امتحن قبل كده وقبل حسن وإن أنا راضية. برضو دي نقطة مهمة جدا إن أنا راضية عن مستواه، يعني أنا سقف توقعاتي متناسب مع إمكانيات وقدرات ابني. والله ابني ده A student أوكي، ده طالب ممتاز أوكي، ده طالب متوسط أنا قبلاه كده وبساعده إنه يطور نفسه لكن إن أنا مش بضغطه بشكل كبير خصوصا المتوتر. طب في واحد أيام الامتحانات بيبقى عنده لا مبالاة. صح. لا ده أنا محتاجة أن أنا أحفزه وأقول له الامتحانات حاجة مهمة وإنت لازم تقعد وتجتهد وأرتب معاه جدول. في واحد ما بيعرفش يذاكر هو أساسا مش عارف المفروض يعمل إيه أيام الامتحانات. فأنا أبدأ أعلمه شوية مهارات، ممكن أقعد أتفرج حتى لو أنا أم عادية مش عارفة إيه هي مهارات المذاكرة، نقعد نتفرج مع بعض على فيديو نعرف الطفل. وهو الطفل لما يكتسب المهارات ويحس باهتمامي هيبدأ يتشجع. فبرضه أيام الامتحانات بتعتمد على طبيعة شخصية الأولاد. أنا في البيت عندي أولاد مختلفين، في طفل بهديه وفي طفل بحفزه. نعم. طيب دكتورة السؤال الأخير لو تكرمتي، المدة المناسبة للدراسة كم؟ ويمكن هي هذا تختلف من بس يعني الشيء المعقول الوسط. طيب هو في حاجة اسمها قدرة الطفل على التركيز، الأفريج بتاع الكلام ده من 20 دقيقة ل 25 دقيقة هو ده المتوسط اللي الأطفال الطبيعيين بيقدروا يركزوا فيه. يعني المفروض إن إحنا كل 25 دقيقة ناخد بريك. مفيش حاجة اسمها إن أنا أقعد الطفل 3 ساعات في الغرفة يذاكر. لأ، في حاجة اسمها إن هو بيقدر يركز قد إيه. ممكن حد يكون تحت المعدل ده، ممكن حد يكون أعلى من المعدل ده، بس إحنا الطفل كل نص ساعة تقريبا أو كل 25 دقيقة ياخد بريك. البريك ده قد إيه؟ مش 3 ساعات. البريك هو ده قد إيش البريك وإيش نوع البريك؟ يعني في البريك هذا إيش يقدر يروح يعمل؟ يروح
يلعب، يروح يشوف مثلا تي في، لانه انا احس انه خلاص ممكن يفقد التركيز وخلاص يصير ما يبي يرجع للمذاكره. لا، هو بياخد بريك عباره عن 5 دقائق، ممكن يكون بيقوم في البريك ده بيشرب، بيتمشى في البيت شويه، ممكن نكون بنتفرج على حاجه مثلا على التليفون، بس حاجه قصيره، مقاطع قصيره على حاجه كده، بنعمل ريفرش وبعد كده بنقفل كل حاجه وبنرجع لمكان المذاكره وبنبدا نذاكر. لكن فكره ان انا اضغط على الطفل ان هو يقعد اوقات طويله جدا للمذاكره، ذهنه بيبقى مرهق، بيبقى قاعد بيجتهد بيحاول، لكن هو مش بيكون قادر ان هو يحصل. دكتوره هبه شركس، استشاري نفسي وخبيره اسريه، شكرا جزيلا. شكرا لك، ان شاء الله تجمعنا فيك لقاءات قادمه باذن الله. شكرا دكتوره.